محمد الشعار، وردة حمراء سقطت في شارع ستاركو في بداية يوم مشمس. محمد الشعار شاب بريء ضاقت به الحياة، فاستشهد متأثرا بجراحه البليغة التي أصيب بها جراء الانفجار. صورته الأخيرة دخلت التاريخ من خلال موقع تويتر، بعد أن قام أصدقاؤه ومئات آلاف المستخدمين بترويج هاشتاج pray for محمد شعار، يدعو إلى الصلاة لأجله. ما هي إلا ساعات حتى تحولت هذه الجملة إلى أكثر الكلمات تداولا على تويتر عالميا. صور وشهادات وكلمات تضمي القلب، لكن محمد فارق الحياة، ترك زملائه ورفاقه ومضى إلى السماء. محمد الشعار زهرة جديدة ذبلت في بلد يزوره الموت كل يوم.